انا واحد من السكان ديال الشارع الزراويز لقيت محمد بن ابراهيم مراكشي خويا جالسين عادي ناعسين شويه شمينا ريحه الدخان خانت بحال ريحه كواتش وشي حاجه اضطرينا نعيطوا للبوليس ملي جاو البوليس دخلوا داروا الواجبات ديالهم لقاو واحد السيد هو اللي لقاو شدوه بعدا هو اللي لقاو هو اللي كيحرك في هذا الشيء ديال النحاس وهذا الشيء ديال الحديد كيدخلوا لينا الناس شماكريه كاين اللي كيبات هنا كاين اللي مزوج والده هنا واحد النهار خرجنا حنايا مراك وولده ملي هضرنا معاه قالت لك انا ساكنه هنا ولدت هنا المسؤولين يجيو يسدوا عليه المسؤولين خاصهم يجيو يديروا مراقبه يسدوا علينا من هاد البلاصه بلاصه ملي كيدخلوا هاد الناس اللي كنقولوا حنا شماكريه حاش واش يكونوا شماكريه حتى هما الله اللي عالم بهم راه كل واحد وظروفه يديروا لهم حمايه فين يعيشوا.